بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على مراجعة علومي تانية إعدادي الترم الأول. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: الماء مركب قطبي. طبعا دي عبارة صحيحة، وممكن كمان نقول الماء النشادر مركب قطبي، طبعا عبارة صحيحة. يستخدم النيتروجين المسال في حفظ الأغذية، طبعا دي عبارة خاطئة، يستخدم في حفظ قرنية العين. ممكن يقول لي كده السؤال: يستخدم الكوبالت 60 المشع في حفظ الأغذية، في الحالة دي هتكون العبارة صحيحة. رقم 3: الهالوجينات عناصر نشطة كيميائية، طبعا دي عبارة صحيحة عشان هي تحتوي في مستوى الطاقة الأخير لها على 7 إلكترونات، وبالتالي بتميل إلى التفاعل مع ذرات العناصر الأخرى. مثلا الكلور سي ال بيحب يتفاعل مع الكلور سي ال يكون سي ال 2 جزيء كلور. ما نتائج مترتبة على إضافة اليود إلى محلول بروميد الصوديوم؟ إضافة اليود إلى محلول بروميد الصوديوم. اليود رمزه أي 2 في المعادلة، بروميد الصوديوم رمزه 2KBr، بروميد البوتاسيوم 2KBr يديني 2Ki زائد Br2. تاني سؤال: ما نتائج مترتبة على إضافة اليود إلى محلول بروميد البوتاسيوم؟ أي 2 اليود لازم يتكتب اي 2 زائد 2 كي بي ار بروميد البوتاسيوم يديني 2 كي اي يوديد البوتاسيوم زائد بي ار 2 على شكل جزيء ثنائي الذره. اكتب ايه بعد ما اخلص المعادله؟ هقول كده: يحل اليود محل البروم في محلول ملحه وينتج يوديد البوتاسيوم وعنصر البروم ثنائي الذره. سؤال على الدور: اكتب الاسم الذي تعبر عنه كل عبارة من العبارات الاتية: شبه فلز، يستخدم في صناعة الشرائح الالكترونية المستخدمة في الكمبيوتر، طبعا السيليكون. ممكن اكتب السيليكون باللغة العربية او اكتبه باللاتيني السؤال. الفئة التي تضم الفلزات الانتقالية، طبعا الفئة دي كتب دي زي ما كتب بين قوسين كده. اكاسيد اللا فلزات التي تزوف في الماء مكونة محاليل حمضية تسمى اكاسيد حامضية. أكمل العبارات الآتية: اكتشف العالم نقط مستويات الطاقة الرئيسية، طبعا اكتشف العالم بور مستويات الطاقة الرئيسية، وقال إيه؟ قال أن أثقل الذرات تحتوي على 7 مستويات يمين للطاقة. نقط أنشط الفلزات، طبعا السيزيوم موجود في المجموعة 1A، ونقط أنشط اللا فلزات الفلور موجود في مجموعة 7A أو المجموعة 17، مجموعة عناصر الهالوجينات. كثافة الأقلاء نقط طبعا منخفضة، وأعلاها كثافة، من أعلى عنصر في الكثافة في الأقلاء اللي هو عنصر مين؟ السيزيوم. طب افرض قال لك أقل العناصر في الكثافة تبقى عنصر الليثيوم. على العبارات الآتية: تسمى الهالوجينات بهذا الاسم، تسمى الهالوجينات بهذا الاسم، طبعا قلنا لأنها تتفاعل مع الفلزات مكونة أملاح، وكلمة ملح يعني هالوجين. 2: تسمى الأقلاء، تسمى الأقلاء بهذا الاسم لأنها تتفاعل مع الماء مكونة محاليل قلوية. كلمة قلوية أو كلمة أقلاء مستنتجة من كلمة قلوية، لأنها تتفاعل مع الماء مكونة محاليل قلوية. طيب كل القلويات قواعد، دي عبارة صحيحة. علل بقى العبارة دي: لأنها ناتجة من أكاسيد قاعدية زائبة في الماء. أي محلول قلوي لازم 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 يكون جاي من أكسيد قاعدي بس دايب في الماء، بس دايب في الماء، لأن هناك بعض أكاسيد الفلزات لا تذوب في الماء مثل أكسيد الحديد وأكسيد النحاس، فمش هينفع يكونوا محلول قلوي. المحلول القلوي يجي من أكسيد قاعدي بيدوب فين؟ في الماء. سؤال أخير معنا: حدد موقع العنصر Ne11 في الجدول الدوري الحديث. تعال نبص كده على التوزيع: Ne11 يتوزع إلكتروناته في المستويات 3 مستويات 2-8-1. طبعا مستوى الطاقة الأخير يحتوي على الإلكترون، فهو يوجد في المجموعة 1A، المجموعة 1A. طيب والدورة رقم كام؟ عد المستويات اللي موجودة عندك، عد المستويات. عندي كام مستوى يا مستر؟ 1، بص كده في الرسمة على الشمال، 2، 3. شكرا، بالتوفيق.